بتمر علينا لحظات منشرط فيها بالأمور يلي شغلة بالنا، وهذا أمر طبيعي. بس بعض الأشخاص بيزداد الأمر عندهم وبصير الشرود الذهني ملازمهم بكتير من الأوقات. حدد الباحثين عدة أسباب للشرود الذهني، وأولها كثرة التفكير. بيعاني بعض الأشخاص من كثرة التفكير، وهو أمر طبيعي، بيرجع للاهتمام بكافة التفاصيل وجود الكثير من الأعباء والمسؤوليات سواء بالشغل أو العائلة، وبيزداد التفكير بحال وجود مشكلة عم بمر فيها الشخص، فبيزيد من السرحان والشرود عنده. والسبب الثاني تفكير بالمستقبل، يلي هو من الأمور يلي بتشغل كثير من الأشخاص، إن كان المستقبل القريب أو البعيد، فبيحسوا بقلق وتخوف من الأيام الجاية. وغالباً ما بيبدأ التفكير بالمستقبل بالثلاثينات من العمر، وبوقتها بيزيد السرحان. كمان العامل الصحي بيسبب شرود كالإصابة بأمراض مزمنة صعبة العلاج. بهي الحالة بيقل التركيز ببقية نواحي الحياة، وبيبدأ المصاب بالتفكير بالمرض وشو بيترتب عليه. وبينطبق هذا الشيء على الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب والضغط والسكري، وكمان أمراض الدماغ والأمراض النفسية كالاكتئاب، فبتأثر على قوة التركيز والإدراك. ومن أكثر الأمور يلي بتصير معنا وبتخلينا نشرد هي الأزمات المادية، والشرود بصير وسيلة للبحث عن حلول بتساعد بتجاوز هالأزمة. أما السبب الأخير فهو وجود نقاط ضعف بالشخصية يلي بتكون مصدر إزعاج للبعض وبتخليه يفكر كتير. الشرود بالحدود الطبيعية وسيلة لإيجاد حل لمشكلة معينة، ولكن تذكروا دائماً إنه الأمل موجود وإنه ما في شيء صعب مع الإرادة والصبر.